نستقبل توظيف الفريق التونسي صبري مصباح. عندكم موعد معاه ان شاء الله في مهرجان الحمامات 16 جويليه و 31 جويليه زاد في بنزرت، وعروض اخرى بالطبيعه باش تكون موجوده. مرحبا بك صبري في موزايك فام. اهلا بكم. شنو احوالك؟ مرحبا بك. تقرب لنا شويه الميكرو. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس عليك. ندخل طول في صلب الموضوع. يلا بينا. اخر اغنيه ليك عند شهر لي اغنيه دلوني مع الماسي. الموسيقى موسيقتك انت صبري مصباح، كلمات ياسين الحمزاوي وكلمات الراب مرسي به. رجعت بعد عامين بستيل جديد، التوانسه يعرفوك من قبل، عندك ستيل خاص بيك. اما صبري لهنا سؤال اللي نجم حتى يسال ساعات، يقول لك الفنان اللي يغيب عامين نستناوه يرجع يعمل كامباك بلبو اقل حاجه، معناه يقول لك البوم كامل، لكن انت اخترت انك ترجع باغنيه الستيل موزيكا اللي قلت انك قعدت ياسر تلوج فيه وما كانش معاها كليب. علاش الرجعه اللي نقولوا نحن؟ ما نحبش نقول ماهيش قويه، ولكن رجعت خفيف ديك ديك. رجعت بين نبدالك بالكليب. الله غالب كانوا فما الكوفيد وجنب بعد رمضان، وما تعرف يا رمضان ما عادش دخلت على حتى حد باش تصور حتى شيء. دونك تعديناها المرحله هذيك، ومن بعد يلزمني باش نهبط اغنيه. وابخيتو انا واحد من الناس كنا نسمع اغنيه نسمعها بوذني متفرش، دونك قلت اللي باش يسمع الاغنيه بوذني صح عليه. معناها خيرت انه تكون موسيقى وكا وباي اللي جاب هذي حلو عرف او كذاك. كان فما اي فنان يسمع فينا كان ما عملش كليب يعطينا نفس الريبونس هذي بتاع صبري مصباح باه نهار 11 جوان منتظر حدك. قلت لك وستيك ما يموتش اما ما يبيعش كيف قبل، وقلت زاد كلمه قلت راهو تشلك. كيفاش كانسان يسمع الموسيقى بوذنه شنو اللي تشلك في في الموسيقى في الاكوستيك في عقلك؟ انا باش نتعديها هالمرحله، هي مرحله في حياتي وتعديتها الاكوستيك. الاغنيه اللي نعمل فيهم توا زاد كان غنيهم بالجيتار كما عملتهم قبل، هما بيدهم راهم يتبدلوش غير بركه بدلت لهم اللبسه وكاو مكاو لحويش بركة عمل القلب والروح هذاك. هاو بيأمع عليش مثلا الاختيار متاع كلمة تشلك تبقى انه مثلا انت كي تلقى ثمانية استخدم على موسيقى حياتها كاملة حتى لو كان ما تبيعش لكن يقعد في ستيل ذاك، فما اللي يختار كيف كنتي انك تلوج وتبدل وتختار حاجات اخرين؟ شنو اللي خلى موسيقى كيف هكاك انها تتشلك؟ والله الكاليتي اللي قدموا فيها متاع الموسيقى هذيك ماهيش الكاليتي المطلوبة، معناتها الكونسيبت انا اللي عملته ما كانش هذاك هو الكونسيبت. باهي انا لهنا مش باش ندخل بالطبيعة في اختياراتك الفنية، اما انت مثلا تنجم تشوف موسيقى معينة انت قاعد تخدم فيها عندك فيزيون معينة كي تراها تشلك تنجم انت تخدم على انها تكون احسن، مثلا مش انك تقلب جملة ولا تقول مرحلة. نعطيك في مثال الحق متاع ربي، نحب روحي وحدي انا يعني. نعمل فيه نحب روحي وحدي، ما نحبش بالي حتى حد. معناه ماذا بيك تبع جملة هاني بعد تاني باش نعمل حاجة اخرى هكاك ممكن يقربوا لك مرة اخرى؟ هذا يوم يقربوا ليش ناكد لك يعني. معناه الستيل الجديد دائما يقرب الواحد به. الموسيقى اللي كنت فيها قبل نحكيه مثلا بغنية دلوني، معناه جيت بحاجة مختلفة علي كان. شنو هو رد فعل الجمهور والناس اللي كانت تسمع فيك قبل؟ ونهنا كي نقول جمهور نحكي ينجم يكون الناس اللي فان الناس اللي تبع فيك من قبل، ولا حتى مثلا صحابك وزملائك من دومين الموسيقى. كيفاش كانت رد فعلهم نهار اللي حطيت وسمعتهم الموسيقى الجديدة متاعك؟ فرحان باللي كومنتير وبالقبلوها الاغنيه، معناتها ماهيش حاجه صعيبه برشا، واللي ما عجبتهمش كابتن. معناها في العاده راهو ديما جديد يخوف، معناها انت قلت تحب تكون وحدك في العاده جديد من الاول يبدا ياخذ في ثنيته بشويه يعني بشويه. انا ناخذ الانيسياتيف ونحاول نعمل حاجه جديده ومن بعد كي العاده تو يتبعوا هكاك، ومن بعد تولي الموضه ومن بعد تولي الدور من بعد تبطل تهرب بانها تعمل حاجة اخرى. وحنا ماشيين هكاك باهي نحكيو على عرض حمامات والعروض اللي باش تعملها سي في السنة. العروض هذه شنو هي اللي باش نسمعوا فيها بالضبط؟ هل هي ثمرة خدمة نتاع عامين وباش نسمعوا فيها جديد ولا ستيل جديد اللي انت اخترته وانت، ولا باش تغني حاجات من القديمة نتاعك ومن الحاجات اللي كنت تخدم فيها قبل؟ باهي كان كيما تعرف قبل الريبرتوار كان فيه اربع غنيات يظهر لي نتاعيان ولا خمس غنيات، الباقي كلهم دي روبريز. معودين توا تقلبت الحكايه ولا الريبرتوار اكثر في صبري مصباح، باش نقدموا اربع غنيات جدد ان شاء الله اللي هما دلوني يا ناسي اللي مازال ما سمعها حتى حد. معناها فما حاجات باش تسمعها لاول مره في العرض هذا؟ مش ماهيش باش تهبط معناها على لي ريزو نتاعك، باش تهبط كان باش تهبط باش نغنيوها لايف اول مره. باه وفما برشا اغنيات جدد دخين
معناها باش تكون فما حاجات اخرين ولا رانجمون ميوزيكال تبدل وروح جديده روح جديده. في 2016 انت كنت طلعت في حمات مع برغو زيرويت، سنه وحدك ولا باش يكون معك ضيوف باش تستدعى شكون؟ معايا ربي ان شاء الله بالتوفيق. باهي اسمع الانترفيو هذا معناها بالحق توتوريال، معناها لاي فنان باش يمشي الحوار معناها ينجم هذوما اجابات حاضرين يعني تنجم تقولهم يعطيك الصح. نمشيو للموقع المصدر ونحكيو على العرض هذا مثلا نلقاو في التيتر صبري مصباح وبرغو زيرويت ينبشان في ذاكره الاغنيه التونسيه ويشعلان مسرح الحمامات الدولي. سامك سامحني باش نرجع نعمل خطوتين تاني في عقل معايا ربي ومعايا ايتما هاي به سي بون هاي خرجنا بحال هاي خرجنا بحال معاك ايتما ملا في حمامات به واضح. في المقال اللي كنت نعطيك اللي في التيتر نتاعو اللي كان في المصدر مثلا فما جمله جبدتني منه باش نقراها لك واعطيني رايك فيها. صبري مصباح ابدع في رسم نمط موسيقي شبابي خاص به ولكنه لم ينجح في ان يتحلى باخلاق عاليه وقالوا لهنا عجرفته جعلت الصحفيين يستاؤون منه ويقررون مقاطعه الحضور في اعماله. وين هذا شكون هذا؟ في مقال على موقع المصدر في 2016 خرج بالضبط في 29. شنو يحكي هو يحكي وقتها اساسا يحكي على العرض نتاعك وقتها نهار الاربعاء 27 جويلية 2016 في السهريه نتاعك في حمامات مع برغو زيرويت. حكيوا على العرض لكن نلقى جمله كيف كي تقول انه جعلت الصحفيين يستاؤون منه ويقررون مقاطعه الحضور في اعماله. شنو تعلق على الجمله كيف كي؟ ما نلعبوش مع السلطه الرابعه لا تعليق ليه مش ما نلعبوش اما تذكرش روحك شو عملت 2016؟ شو عملت؟ شنو عندي؟ نسأل فيك لابس حوايجي نحكي ما 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 محترم أكيد لابس حوايجك معناها شنو تحب؟ معناها ما تمش حاجة صارت وقتها؟ أرجع شوف لي زانترفيو كان فما حاجة صارت مع كانوا نطلب سماح معناها بالنسبة لك أنت وقتها معناها الجملة هذي من العدم تكتبت؟ والله ما نعرفش حتى شكون كتبها وما قريتهاش أصلا حاجة ما تهمنيش حاجة ما تخصنيش جملة معناها ما عندكش مشكلة. أنا خد أنا واحد من الناس نتابعك ونشوف ما نتذكرش أنا عندك مشكلة مع صحفي ولا تعرفت فيه عندي مشاكل وكان عندي مشكلة وجيبها الروح ومعني فهمت كما الناس كل ما تارتيست واللي تحب بنتي كل شيء ما كما الناس كل معني ساعتي تنجم ساعات تتخالف هكا مع سبحان الله. ما 2016 جوست هذي ما تفكرهاش؟ والله ما نذكرها والله سألوني نذكر سألتني صديقتي وزميلتكم بنت زعرورة وجاوبتها وسألني صحفي آخر وخرجت على روحي وكها وما نذكرش فما ما ثمش حاجة يمكن صارت في الوقت هذا شنو تو شنو حلو فيها لا مش نحلو فيها هاي نتعاد داي با توتوريال نوصلوا فيه باش نحكيو على كان ما كانش اثنين التجربة هذية اللي انت كنت موجود فيها كضيف على السلسلة هذه اللي كانت عادت في الوطنية في رمضان اللي فات تجربة ساعات فما فنانين مكتعرف يدخل عالم التمثيل طبعا عندك تجربة هذية رغم انه صحيح الدور ما كانش عنده حيز كبير لكن كنت موجود غاديك وكان عندك دور هل طبعا عندك باش انك تدخل العالم هذا كان حاجة باش نقدها وباش نعملها بالقدية تنعملها كان باش نعملها نص نص سايب علي معنى بالطبيعة معنى مش باش تدخل وانت ما تعرفش نشوف هذا السؤال نجم نجاوبك عليه اللي خدمت معاه معناتها هما نجموا يقيموني يقول لك انا نكلم عبد الحميد بوشنيق نساله كلمه هاني ماشي تو نساله نقول له شوف ماشي حذيه تو ما غير ما نقولوا به عبد الحميد بوشنيق كانوا من الاسئله اللي تسالوا كانوا ديما يسالوه على مثلا في حوار ما سالوه على خلاف كان بين سلاح مصباح ولطفي بوشنيق زوج فنانين كبار وهو كان جاوب قال عرك كبار ما يهمنيش احنا مانيش نحكيو في الكوتي هذاك لكن برجع حوارات يمكن حتى في الدنيا لهنا انا ما نعرفش ما يمكن حتى في الدنيا ديما تتسالوا على الموضوع هذا فما قلق فما احراج والا ما يهمكش اسال غدوة الصباح وحاجه ما تعنيكش ما يهمنيش زاد ما يهمنيش حاجه مش مدخلنا نعرف انه ما يهمكش انا لا قلت ادخل بالصلح لا اخرج منها لا شيء لكن هل انت بتقلقك حاجه دي انه شاك فوا تسال معناها ياخذوا رايك في حاجه يمكن انت ما عملتهاش معناها ما عندك فيها حد الدخل قلقك للأسف لا ماذا بيا ماذا بيا سألوني كيفاش عملت غنيتك ولا شنو هي السورس دانسبيراسيون ولا كيف علاش مشيت عملت كيكه ولا علاش عملت الريتم هذاك ولا كيفاش عملته ولا كيفاش كومبوزيت تنقعد نحكي معاك من هنا للصباح ولا نضحك على شيء لا نعرف نعرف اما اني قلت لك يمكن اغلب الحوارات اللي تحضر فيهم انت ولا اي فنان انت ولا اي فنان في تونس انا ما فهمت عندي قداش تعدى في التلفزه واحد وتو هذوك هما الاسئله مع تبوك ولا تعديني يعني.
عملنا تصريح قلنا مع السالون. ليه ما قولكم سبحان الله هكا. بي سؤال الاخرين قبل ما نرجع للموسيقى ونرجع لاغنيتي كل الريشيرش اللي عملتها بعد الحلقه نتاع سلاح مصباح في فكره سامي الفهدي، فما شكون كلمك وسالك على شنو؟ على تصريحات اللي كانت موجوده في الحلقه. انا ساعه الحاجه عايش في فرنسا ما تبعش بعد السماع على الارض وما يكلموا علاش يكلموني ما عرفش. بيه معناه بالنسبة ساعات إنه ساعات حتى صحفيين ولا غير صحفيين؟ لا 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 صحفيين حتى حد حتى حد ما يعرفوني مسالم يدي حتى الحكاية حكيتها متاع 2016 ما نعرفش مسالم يعني حطني على الجرح يبرق. نرجع للموزيك يلا الأغنية متاع دلوني اللي كانت خرجت فماش شكون عيط له حذيك وسمعته من الأول واخذت الرأي وإلا أنت وحدك خذيت الريسك قلت ليه هذا أنا عملت ريشيرش متاعي لوجت ومن بعد عملت ريشيرش لوجت ومن بعد سمعت البرشا اصدقاء عندي صحفيين عندي معناتها عندي عباد تسمع من عامة الشعب الناس فهمت اللي عندك فيهم كونفيونس انه ينجم يعطيو راي به عندي فيهم كونفيونس ويعرفوا يقول لي مش باش يجاملني خاطر في وجهي خاطر صاحبي ولا فهمت يعطيني روح الزبد. وفي العامين هذوم الريشيرش اللي نجموا نعرفوا عليه اش عملت معناها نسمعوا مثلا ثم فنانين اللي ينجم يسافر ينجم يمشي للبلايص يقابل عباد يحاول يتعرف على دي ستيل اخرين نتاع موسيقى. انت كيفاش كانت الثنيه نتاع الريشيرش نتاعك؟ هل حطيت معناها قدامك ثنيه كامله باش انك توصل للنتيجه هذه في الاخر اغنيه دلوني التقوا على شيء نجوم نتاعك صبري مصباح والا قعدت كل مره تستلهم من حاجه؟ قعدت نلوج عامين ونفسخ وعاود و فيرسيون اخرى وعاود وهذه تعجب وهذه لا وهذه فيها حاجه قعدت نلوج برشا باش لقيتها فهمت وحبيت نعمل شويه راحه بوندو عامين نسمع نشوف شنو فما في الساحه الفنيه ونشوف الموسيقى وين مشيت معناتها فانا ثنيه خاطر تبدلت شويه اللغه في الموسيقيه. انت الاكثر معناها تبع البر انت قلت بحكم عيشتك في لا 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 اخويا نتبع تونس تبعت معناتها في الموسيقى نتبع تونس شوف شنو فما في السينما حاول تعرف انه الجمهور مثلا شنو هي اللي يلوج عليه شنو هي الحاجه اللي ينجم انه يسمعها يبدا عامل عليها جو. بيان سور الجمهور تونسي انا ما فهمت ما يهمنيش البر اللي يهمني هو تونس معناها ما تنجم تنسبيري مثلا من بيان سور بيان سور نسبيري من برا من ثقافات اخرى من بلدان بيان سور بيان سور اما ديما الأوبجيكتيف الأول أنك تعجب التوانسة أنك تقدم حاجة للتوانسة فهمت باهي. بعد الغياب هذا عامين ورجعت وباش يصير غياب آخر ولا باش تكمل في ثنيتك سيبا وانت لقيت ثنية وباش تكمل فيه ولا نخاف ونهار نسمعوا لي صبري مصباح باش ياخذ بوز يرتاح بتاتر باش يحاول يحضر خدمة أخرى ولا والله أنا والموجة وين تهزنا تتبع تتبيع معنا مش تتبع تتبيع أنا وكيوفي يعني أنا ومخي شنو نقول معناها نجم نقولوا انه مثلا المهرجانات اللي باش يكون حاضر فيها سنين منها مهرجان الحمامات زاد في بنزرت باش يكون معناها فما انتاجات على عام كامل باش يكون حاضر على عام كامل اسكو باش نراو صبري مصباح قاعد يخدم على نعرف استراتيجي نتاعكم باش انه يكون موجود ديما بغنياته وبانتاجاته على عام كامل ان شاء الله ولا قاعدين نخدموا عليها هذيا توا خاطر انت تعرف انه فما فنانين راهو ساعات كي يغيب عام الناس نجم تنسى تنسى إن... مش نجم الناس تنسى معناها خاطر تبارك الله انت تعرف صبري الساحه الفنيه في تونس معناها شوف قديش عنا من فنان وقديش عنا من ستيل وقديش عنا من حاجه معناها ما تخافش ساعات انك في وسط الغياب هذاك تنجم تتنسى والا تنجم حاجه تعاود ترسيلك تبني من الصفر. والله كنت نسيت انا ما خدمتش على روحي وخليت العباد تنساني معناها فماش علاش تخاف كان مش تلوم على روحك معناها ما تخوفكش الحكايه معناها بالنسبه لك انت ديما تعمل على انت والنتيجه اللي تخلص عليها من بعد معناها ما نخافش انا جاوي بيه الحمد لله والله في الفن تنعملوا حاجه اخرى وكيك الحياه. بعد دلوني الاغنيه الجديده وقتاش في مخك انك باش تهبطهم باش يوليو يدوروا ويسمعوا من العباد حتى بعد المهرجانات؟ كملوا المهرجانات خاطر المهرجانات تحب لهم برشا جوج مو برشا تحذير وهذوكم كملوا المهرجانات واللي فيه الخير ربي يسهل فيه ان شاء الله. ميرسي بوكو ربي يخليك صبري مصباح كان ضيفنا اليوم في كورنيش. سلموا لي برشا حوار كامل تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فيم.